السلام عليكم. يعطيكم العافية طلابنا الأعزاء وطالباتنا. طبعا اليوم نبدأ أو نكمل شابتر 3، شابتر جزئية الفري فولينج. الفري فولينج اللي هو السقوط الحر. قبل ما أبدأ في السقوط الحر بدنا نذكركم بالثلاث معادلات اللي أخذناها سابقا، اللي هو V بيساوي V نوت زائد الـ A في T. المعادلة الثانية x minus x نوت تساوي v نوت في t زائد نص a t سكوير. رقم ثلاثة اللي هي المعادلة v سكوير بتساوي v نوت سكوير minus plus 2 a x minus x نوت. معادلات الحركة، هذا شرطها كان شرطها انه الاكسلريشن تكون مالها تكون كونستانت، ان الجسم متحرك باكسلريشن مالها ثابته. مثال على الاكسلريشن الثابته اللي هي عجله الجاذبيه الارضيه اتجاهها لوين؟ اتجاهها لاسفل، وبرمز لها بالرمز جي. اذا في هذه الحاله لما قديش قيمتها؟ قيمتها 9.8 اتجاهها لوين؟ الى اسفل، اتجاهها لاسفل. عشان هيك دائما لما اقول الاكسلريشن، الاكسلريشن اتجاهها لاسفل بتساوي لي سالب 9.8 سالب 9.8 واتجاهها في اتجاه الجي لاسفل. اذا في هذه الحاله سالب 9.8 الاكسلريشن قيمتها بالسالب. اذا لما اقول الاكسلريشن عندي قيمتها سالب جي، ايش بدي اعمل؟ بدي اعوض عن الاكسلريشن بقيمه السالب. هتصير عند المعادلات الثلاثة معادلة رقم واحد، هتصير معادلة رقم واحد هي عبارة عن V final بتساوي V initial أو V not minus هذه الإشارة السالبة لاتجاهها لأسفل. الثانية X minus X not بتساوي V not في T minus نص جي تي تربيع. الأخيرة بتصير عندي V تربيع بتساوي V نوت تربيع ماينس 2 X ناقص X نوت. إذا هذه الثلاث معادلات الموجودة عندي نفس التوجيه، تطلع على الثلاث معادلات حلاقي دائما معروف عندي عجلة الجاذبية الأرضية قيمتها قديش؟ 9.8 وحدتها متر بير سكن. طب الفري فولينج المعادلات اللي مستخدمة الآن، معادلات المستخدمة الثلاث معادلات الموجودة عندي. طب ما انساش المعادلة الأخيرة، لو أنا قلت بدي افريج في افريج لأي تنتي لأي فري فولينج، هتقول لي في نوت زائد في فاينل أو في انيشال زائد في فاينل على 2، أو تقول لي اكس ماينس اكس نوت. بدناش نقول اكس الآن، بدنا نغير كل اكس ونحط محلها y minus y not أو y final على دلتا t t minus t not. كمان x هذه بدنا نشيلها ونحط محلها y ناقص y not، وهنا y minus y not. إذا صاروا الثلاث معادلات اللي عندي، آسف مشينا x minus x نوت، هذا عندي y minus y نوت، y minus y نوت، وهذه x minus x نوت، هنا y minus y نوت. الآن لو جينا نتكلم عن الاتجاهات، طبعا أنا بتكلم عن اتجاهات، up حيكون موجب، down حيكون عندي ايش؟ سالب، لأنه أخذنا الاتجاه السالب لأسفل. الاب بيكون دائما ايش؟ بوزيتيف. داون حيكون دائما نيجاتيف. اذا الفري فولينج هي عباره عن لينير موشن وذ كونستانت اكسلريشن. كونستانت اكسلريشن قيمتها سالب 9.8 متر على السكن. طيب نرجع نذكر شويه، نقول احنا لو في عندي اكسلريشن، اذا الجسم بتحرك مع الاكسلريشن سرعته مالها بتزيد. اذا الجسم بتحرك عكس الاكسلريشن سرعته بتبدا مالها
تتناقص. يعني أنا لو رميت جسم إلى أعلى، الجسم بيصعد إلى أعلى، اتجاه الأكسلريشن لوين؟ لأسفل. حيبدأ سرعته تتناقص تدريجياً لما يصل لماكسيمم هايت، لما يصل لأقصى ارتفاع هتكون سرعته وصلت لقديش؟ لزيرو. بعد هيك بيبدأ سرعته تتغير تدريجياً، ينزل. الآن الأكسلريشن إلى أسفل بالسالب، والجسم حركته أو اتجاه سرعته بالسالب، تنتين مع بعض، السرعة ايش بصير فيها؟ بتزيد. اتجاهها لوين؟ لأسفل. حتطلع معي قيمتها ايه؟ أو حتطلع معي بالسالب. ايش معنى الإشارة سالبة؟ اتجاهها لوين؟ لأسفل. إذا دائما الآن بعبر عن اتجاهات، اتجاه لأعلى موجب، لأسفل سالب. كل حاجة لأعلى موجب، كل حاجة لأسفل سالب. القوانين الثلاثة هاينا كتبناهم، هيها وضحات عنا. الأول، المعادلة الأولى، الثانية، الثالثة، هاي واحد وهاي الثانية وهاي الثالثة. الآن لما نيجي ناخذ أمثلة أو حالات معينة ونطبق فيها اللي هي المعادلات اللي أنا قلتها. نيجي لأول حاجة، لو أنا رميت الجسم إلى أعلى، بدي أحدد دائما، من نتذكر بدي أحدد دائما اللي هي الأوريجين بوينت، و أو واي بتساوي زيرو. جسم رميته من النقطة هذه وصعد إلى أعلى، الآن هذه واي بتساوي زيرو، هذه واي نوت بتساوي زيرو، نقطة الانطلاق واي نوت بتساوي زيرو. رميته بسرعة ابتدائية، السرعة الابتدائية بيكون عندها ايش؟ في نوت. إذا في عندي واي نوت قيمتها زيرو، وفي عندي في نوت اتجاهها لوين؟ إلى أعلى. إذا لما أعوض عن الفي نوت بدي أقول الفي نوت بوزيتيف. لما أجي في المعادلات هذه حاعوض عنها بقيم موجبة. الآن حيصعد، يصعد لما يصل واي فاينل، واي التغير في الواي، الازاحه وين اتجاهها؟ اتجاهها لاعلى 5 متر الى اعلى، اذا هنا بتكون الواي بوزيتيف. اذا لما اعوض عن الواي بتكون ايش؟ بوزيتيف. اذا انا حسبت السرعه الفي فاينل، ضل الجسم صاعد الى اعلى، حتطلع الفي عندي في فاينل بالبوزيتيف. الاكسلريشن دائما قلنا ايش مالها؟ بالسالب. اذا الاكسلريشن بالسالب، الفيلوسيتي فاينل فيلوسيتي حتطلع في هذه الحاله موجب، لانه الجسم الان صاعد، الازاحه عندي ايش؟ واي. طيب لو انا قلت حاله رقم 2، الجسم هيو بدا من واي نوت بتساوي زيرو، له سرعه في نوت بتساوي زيرو، صعد رميته الى اعلى، وصل لأقصى ارتفاع واي ماكسيمم اللي هم بنسميها اتش ماكسيمم، أقصى ارتفاع عندي الجسم، أقصى ارتفاع ايش بده يصير عندي؟ بده يتوقف لحظيا. يعني احنا بنقول السرعة بدأت، آسف، هذه السرعة لها قيمة بوزيتيف. السرعة الآن 10 متر بير سكند، تبدأ ايش فيها؟ الأكسلريشن إلى أسفل اتجاهها، الجسم بتحرك لاعلى والاكسلريشن عكسها، ايش بصير في السرعه؟ تبدا تتناقص تدريجيا، تتناقص لما تصل في فاينل قديش قيمتها؟ زيرو. اذا ات اقصى ارتفاع، ات ماكسيمم هايت، ات ماكسيمم هايت في فاينل ايكوال زيرو. اذا في فاينل بتساوي زيرو، لكن الواي ماكسيمم لو انا اجيت حسبتها حتطلع بوزيتيف، لانه ازاحه لوين اتجاهها؟ اتجاهها لأعلى. طيب نيجي هذه الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى. الحالة الثالثة، لو أنا قلت رميت الجسم من واي نوت بتساوي زيرو، حيبدأ يصعد، يصعد وبعدين يصل لأقصى ارتفاع، بعدين يصير في عنده يبدأ ينزل. لما يبدأ ينزل هاي واي انيشال، واي نوت، هذه الواي فاينل، الواي اللي بده يوصلها موجبة ولا سالبة؟ هل قيمتها موجب
ولا قيمتها سالب، الجسم نازل لأسفل. إيش رأيكم؟ قيمتها الإزاحة، جسم عند انزاح. بطلع على الإزاحة، بنذكركم في عندي مسافة ديستانس وفي عندي ديسبليسمنت. في هذه الحالة الديسبليسمنت الإزاحة من وين لوين؟ من هين لهين، هاي الإزاحة. الإزاحة لأعلى ولا لأسفل؟ لأعلى، إذا حتكون قديش قيمتها؟ بالبوزيتيف، موجبة، لأنه اتجاه الإزاحة حتى طلع جسم هيني أنا هنا. هيك الاتجاه الموجب. رحت 10 متر. لما رحت 10 متر، رحت 10 متر. الآن 10 متر موجبة، لأنه إزاحة موجب، الاتجاه الموجود عندي موجب، رجعت 2 متر. الآن قللت الإزاحة، صارت الإزاحة قديش قيمتها؟ بالموجب، بس وين اتجاهها؟ هاي نقطة الأصل اللي أنا بديت منها، واتجاهها لليمين أو لليسار بهذا، إذا اتجاهها بهذا الشكل، إذا بهذا الشكل 8 متر، انزاح الجسم 8 متر، رجعت كمان شوية، صار عندي 5 متر، 5 متر موجب، رجعت 2 متر، لما أصل للزيرو فيش إزاحة، كأنه الإزاحة الآن قيمتها زيرو، هذا أخذناها في أول محاضرة، الجسم بيروح وبرجع لنقطة الأصل. بوزيشن إلو بوزيشن انيشال بيروح وبرجع للبوزيشن انيشال بتكون ازاحته بتساوي زيرو. لو انا بديت اتحرك في الاتجاه الاخر بصير ازاحتي مالها ازاحه بالسالب. اذا هي نفس الاشي، الجسم هاي النقطه هاي الاوريجن اللي موجود عندي، هذا الاوريجن، جسم فوقيه ازاحته موجبه، تحتي ازاحته ايش؟ سالبه. بنفس الكيفيه في هنا لما اجي احسبها ايش حتطلع قيمتها؟ في هنا اتجاهها لوين؟ جسم نازل، اذا اتجاه السرعة بتطلع معايا بالسالب. طب لو قلت النقطة اللي عقبالها تماما في الها ايش؟ في الها بالموجب. ليش بالموجب؟ لانه الجسم صاعد اتجاه السرعة لوين؟ الى اعلى. هنا الجسم نازل اتجاه السرعة لوين؟ الى اسفل. طيب الازاحه اللي هنا والازاحه اللي هنا على نفس الخط، اذا واي اللي هنا موجبه واي اللي هنا موجبه، كانت 5 متر بتكون 5 متر على الشق الثاني، والقيمه بالموجب، لانه ازاحه بالموجب. الان لو انا قلت بدا ينزل الى اسفل نقطه الاوريجن، ايش حيكون عندي؟ اذا هالجسم بدا من واي بتساوي زيرو، اتجاه رمي له upward، اذا في بالبوزيتيف موجبه. الان صاعد الجسم، صعد 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 وبعدين نزل، نزل لما يصل لنفس النقطه اللي انطلق منها بيكون ايش؟ واي صارت له بالزيرو، لانه بدا من نفس المنطقه ورجع البوزيشن انيشال والبوزيشن فاينل نفس الاشي. الان واي هنا بتساوي زيرو، نزل عن الواي بتساوي زيرو، وصل للنقطه هذه الواي فاينل بتكون قديش؟ الواي فاينل قيمتها نيجاتيف. يعني لما اعوض في المعادلات بعوض باشاره مالها سالبه. السرعه هنا الفي برضه حتطلع بالنيجاتيف، لانه اتجاه الجسم ماله نازل. يعني انا عبناية هذا اعتبرت الواي بتساوي زيرو، رميت حجر صعد وبعدين ايش صار عندي؟ بدا ينزل. لما بدا ينزل نزل اسفل مستوى البناية اللي انا واقف عليها، بتكون الفي فاينل له في هذه الحاله بتساوي النيجاتيف بالسالب. اذا في فاينل واي والازاحه عندي بالسالب. دائما ما انساش الاكسلريشن وين اتجاهها؟ جرافيتيشنال اكسلريشن اتجاهها لوين؟ لاسفل. طيب لو جيت اسال سؤال هنا، مين بيقول لي السرعه هنا قديش قيمتها؟ او تصور عن السرعه قديش قيمتها؟ السرعه اللي هنا في نوت قلنا بالموجب، هنا نفسها في فاينل عقبالها تماما تكون نفس قيمه الفي نوت، بس بتكون ايش؟ بالسالب. طيب لو انا اخذت مثال الان اخر، قلت جسم طلع ورجع لنفس النقطة، مين بيقول الزمن؟ الزمن لما يصل لاقصى ارتفاع، والزمن من اقصى ارتفاع لواي بتساوي زيرو للنقطة اللي انطلق منها، ايش حيكون؟ ايش ماله؟ T
تي اللي هنا تي واحد وتي اتنين حيكون زمنهم نفس الاشي، زمن الصعود وزمن الهبوط لما يرجع لنفس النقطة بتساوي ايش؟ متساويين. يعني زمن الصعود بعدين رجع لنفس النقطة اللي انطلق منها، في الزمن في الصعود وزمن الهبوط بيكون متشابه. إذا هاي الأمور اللي ممكن تمر علي، لذلك أنا حطيت الإشارات وعارف وقت ايش بدي أعوض في المعادلات الموجودات عندي الثلاثة، وقت ايش بدي أعوض بإشارة موجبة، وقت ايش بدي أعوض بإشارة سالبة. لو قلت لكم احسبوا لي الافرج فيلوسيتي في اي حالة من الحالات، حتقولوا لي الافرج فيلوسيتي ايش بتساوي؟ يا بقول في فاينل زائد في انيشال على 2، او بقول واي فاينل ناقص واي انيشال على تي فاينل ناقص تي انيشال، او الزمن او التوتال تايم. لو قلت افرج سبيد، طيب في هذه الحالة مر علي الافرج سبيد، ايش بدي اعمل؟ الافرج سبيد ديستانس هذه كلها displacement تختلف عن الديستانس، الديستانس هنا والديستانس هنا والديستانس هنا، بدي اجيبهم كلهم، يعني بدي اجيب لاقصى ارتفاع واضربه في 2 واضيف مين؟ الازاحه اللي تحت، بصير عندي التوتال ديستانس على التوتال تايم، على التوتال تايم. ناخذ الان مثال، اذا في اي استفسار ممكن تكتبوه في التعليقات. الان لو انا بدي اخذ مثال، مثال حيكون مشابه لأمثلة جسم صعد وبعدين ايش ماله؟ رجع لنفس النقطة اللي انطلق منها، يعني وصل لأقصى ارتفاع رميته، وصل لأقصى ارتفاع بعدين ايش ماله؟ رجع لنفس النقطة اللي انطلق منها، صعد وبعدين ايش؟ رجع لنفس النقطة اللي انطلق منها. نيجي الآن نطبق، إيش المطلوب عندي؟ The object رميته vertically upward، جاه upward، with initial speed بسرعة ابتدائية قديش قيمتها؟ 25 متر بير سكند، اتجاه لوين؟ upward، إذا V نوت هنا لما أعوض عنها هتكون positive كمتجه، positive واتجاهها لوين؟ upward اللي هو في اتجاه اللي هو اتجاه الواي دايركشن. الآن واي نوت، واي نوت بتساوي قديش؟ زيرو، بدأ من الأوريجين، من الأوريجين بوينت. الآن مطلوب الأول بدي أحسب ماكسيما الزمن اللي بيستغرقه حتى يصل لمين؟ لأقصى ارتفاع. لما يصل لأقصى ارتفاع نرجع الآن، هذا أقصى ارتفاع هو اتش ماكسيمم، اتش ماكسيمم ايش بيكون عندي عند اقصى ارتفاع؟ في فاينل بتساوي كم؟ زيرو. اذا في فاينل بتساوي زيرو عند اقصى ارتفاع، في فاينل بتساوي زيرو. وكان عندي عجله الجاذبيه الارضيه اتجاهها لوين؟ الى اسفل. اي معادله فيها ثلاث اشياء، فيها اكسلريشن اللي هو عباره عن عجله، وفي عندي في انيشال في نوت وفي فاينل، واحد اثنين ثلاثة، واحنا ذاكرين في اللينير موشن معادلاته فيها خمس اشياء، اذا نعرف الثلاثة منهم بقدر اجيب الحاجتين المتبقيات، الحاجتين المتبقيات اللي هو الزمن ومين؟ والاتش ماكسيمم. اذا لو قال لي احسب الزمن والاتش ماكسيمم بدي اختار المعادلة اللي فيها ثلاث اشياء. نيجي للمعادلة الأولى، في عندي في بتساوي في نوت ناقص اللي هو 9.8 في تي، في فاينل زيرو، في نوت اعطاني اياها بلس 25 25 ناقص 9.8 في تي. ايش المجهول عندي في هذه المعادله؟ هي تي، اذا التي بقدر احسبها بعد ما انقلها، اذا التي بتساوي 25 على 9.8 سالب مع السالب بيروح بيطلع 2.5 2.55 سكند. اذا هنا هو اقصى ارتفاع بده يوصل له بعد زمن قدره 2.55. طب لو سالت سؤال ثاني، الزمن اللازم حتى يرجع لاقصى ارتفاع اللي هو المطلوب سي قديش متوقعين يكون؟ متوقعين يكون هو نفسه 2.55. طب كيف بدي احسبه؟ حنحسبه، بس نحسب بي قبل، احسب الماكسيمم هايت، ما هذا
اقصى ارتفاع بدي احسبه، المعادله الثانيه فيها ازاحه والمعادله الثالثه فيها ازاحه، يا بستخدم الثانيه يا بستخدم الثالثه، اللي هو الثانيه عباره عن واي، واي بيساوي في نوت في تي ماينس نص جي تي تربيع، او المعادله الثالثه نفس الطريقه في تربيع اذا هذا اقصى ارتفاع في تربيع، عند في تربيع قديش قيمته؟ قيمته زيرو، في نوت تربيع بلس، لكن البلس بتتاثر شيء كثير لانه في او بلس او ماينس لانه تربيع، ناقص ماينس 9.8 في الاتش ماكسيمم، اللي هي واي هنا هي قيمتها الاتش ماكسيمم. هذه ليش حطيت اتش ماكسيمم؟ لانه اقصى ارتفاع، السرعه عند اقصى ارتفاع بتساوي قديش؟ زيرو. ما علي الا اعوض هذه القيمه زيرو وبطلع قيمه اقصى ارتفاع بطلع 31.9 متر. الان لما يرجع لنفس المكان اللي انطلق منه، هاي الجسم طلع فوق وعاود رجع، واي بتساوي قديش؟ في ازاحه، النقطة اللي انطلق منها عادلها، ازاحتها بتساوي قديش؟ زيرو. اذا ممكن استخدم المعادلة الثانية واطلع قيمة الزمن، الزمن واطلعه قيمته التي توتال، او الطريقة الثانية اني اطلع الزمن في المرحلة الثانية واجمعه للاثنين، هيطلع نفس الزمن، اثبت انه نفس الزمن، بعد ما اثبت نفس الزمن اجمع الاثنين لبعض. اذا واي هنا ناخذ الزمن تي توتال للمسافة للازاحة الكلية، واي بتساوي زيرو لانه رجع لنفس النقطة، في نوت في واي في تي ماينس 9.8 في تي سكوير. لاحظوا معادلة، بقسم على التي، بعد ما اقسم على التي على التي على التي بطلع قيمة الزمن، بطلع عند الزمن قيمته 5.1. 5.1 هو ضعف ايش اللي طلعناه قبل شوي، اللي هو 2.55. لما اجمع لها كمان 2.55 زمن السقوط، هيطلع الزمن الكلي هو 5.1. الان المطلوب الاخير، المطلوب الاخير بدي الفاينل فيلوسيتي. لما يرجع لمين؟ لنفس النقطة اللي انطلق منها، ما احنا قلنا وعارفين انه حتى تكون مالها قيمتها نفس القيمة، استخدم أي معادلة بدي إياها، المعادلة الأخيرة أو المعادلة الأولى أو أي معادلة وأطلع قيمتها. إيش اللي حيفرق بس عندي؟ إنه لما أجي أحسب حيطلع قيمتها إيش؟ بالسالب. لو استخدمت المعادلة الأولى الزمن صار معروف عندي 9.8، في نوت 25، في فاينل أنا بدي إياها، في فاينل بيساوي 25 ماينس 9.8 في الزمن اللي أنا طلعته بيطلع سالب 25. لو استخدمت المعادلة الثالثة في تربيع بيساوي في نوت، بيطلع عندي إجابتين للفي لأنه هذا تربيع، لما أجيب الجدر الجدر بيطلع في يا إما بوزيتيف يا إما نيجاتيف. طبعا أنا حختار الإشارة مالها النيجاتيف. ليش الإشارة النيجاتيف؟ لأنه اتجاهه لوين؟ اتجاهها لأسفل. ناخذ لنا كمان مثال، مثال ثاني بيقول انا في عندي جسم رميته من بنايه، من روف اوف بيلدينج، رميته الى اعلى ابورد، اتجاه رمي الجسم كان، او رمي الجسم عندي اتجاهه الى اعلى، رميته الى اعلى، ما زال رميته الى اعلى، هذه في نوت بتساوي بلس، هنا واي بتساوي زيرو، واي نوت. الان حيطلع الجسم وبعد فتره ايش بده يصير عنده؟ بده يرجع ينزل، اذا بيطلع وبعدين ايش؟ بيرجع. لما يصل لاقصى ارتفاع في واي ما انساش بتساوي ايش؟ زيرو. وكمان عندي اقصى ارتفاع الاتش بتساوي اتش ماكسيمم اقصى ارتفاع، بلاش نكتب في واي لانه اتجاه واحد، نكتبها في. بعد هيك لما يصير عندي اتجاهين حقدر احدد اقول في واي وفي اكس، اتجاه الاكس واتجاه الواي، بس انا عندي اتجاه واحد واحنا عارفين انه في اتجاه الواي. الان المطلوب مني انه البنايه كان ارتفاعها 50 متر، ارتفاعها الكره اللي عندي وصلت طلعت وبعدين وصلت للروف بعدين نزلت لوين؟ للارض، للجراوند. بدي
احسب التايم لما ترجع لمين؟ لنفس الليفل للروف، يعني تروح وترجع للمنطقة هذه. بدي احسب الزمن. لما اقول بدها ترجع لنفس المنطقة اللي انطلق منها، الازاحة قديش قيمتها؟ زيرو، فيش ازاحة ورجعت لنفس النقطة اللي انطلقت منها. بدي استخدم اي معادلة واي، الازاحة عندي قيمتها بتساوي زيرو، واي بتساوي في نوت في تي ماينس نص 9.8 في تي سكوير. الان الواي زيرو، الفي نوت قيمتها اعطاني اياها 20 وقيمتها بالموجب ما انساش في تي ماينس نص 9.8 تي سكوير. بقدر الان اقسم على تي الطرفين على تي، وبعد ما اقسم على تي بطلع قيمه الزمن. اذا قيمه الزمن انا قدرت احسبه. رقم 2 velocity and the position عن تي بتساوي 5 سكند. عند 5 سكند، طب نيجي نطلع عند 5 سكند قديش طلع عندي لما رجعت؟ لما طلعت ورجعت طلع الزمن 4.08. الان بدها 5 سكند، بدها تضلي ماشي 5 سكند، متوقع تكون هنا. اذا متوقع لو طلب اي حاجه عند 5 سكند، البوزيشن ايش حيطلع معايا حتى اتاكد من الاجابه؟ لازم تطلع الواي بالسالب. طيب الفي لازم تطلع بالسالب، لانه الفي هنا اتجاهها لوين؟ لاسفل. الازاحه لوين كانت؟ الى اسفل. اذا التنتين لازم يطلعوا معايا بالسالب. اذا لما اجي احسب الواي، البوزيشن اللي طلبه البوزيشن وبعدين طلب السرعه، لازم التنين يطلعوا معايا بالسالب. اذا لما نيجي نحسبهم هي المعادله الاولى، وليكن في بتساوي في نوت المعادله الناقص جي في تي في تي بتساوي وتساوي 20. هذا في الشاشه 20 هنا عندي ماينس 9.8 في 5 بيطلع سالب. سالب هذه ايش معناتها؟ انه ازاحتها لوين؟ الى اسفل البيلدينج. هاي البيلدينج موجود عندي هنا، الازاحه كانت وين؟ اسفل نقطه الانطلاق، اسفل الروف الموجود عندي اللي انطلق منه الجسم. البوزيشن المعادله الثانيه او المعادله الثالثه، بقدر احدد منها البوزيشن. هاي المعادله الثانيه واطلع قيمته، بطلع قيمته كمان بالسالب. معنى السالب انه ايش؟ اسفل نقطه الانطلاق، وانا كنت متوقع من البدايه، لذلك لو طلعت اشارته بالموجب بيكون عندي خطا. رقم سي، ايش طلب في السي او اخر حاجه عندي؟ طلب السرعه لما تصل الارض. لما تصل هنا للارض الفي فاينل قديش قيمتها؟ ايش متوقعين اول حاجه؟ الفي فاينل وين اتجاهها؟ الى اسفل. اذا متوقعين تطلع معي اشارتها ايش؟ اشارتها في فاينل، تطلع اشارتها بالسالب. طب نيجي نحسبها من اي معادله؟ بقدر احسبها من المعادله الاخيره، لكن لما اعوض عنها بعوض بشوف ايش بتطلع عندي، موجب ولا سالب، واختار الاشاره مالها السالب لانه عارف اتجاهها لوين؟ لاسفل. الان في تربيع يساوي في نوت تربيع ناقص نجي في الواي، في تربيع بدي اياها السرعه الابتدائيه 20 تربيع ماينس 2 في 9.8 في سالب 5. لاحظوا ايش عوضت عن الازاحه؟ الازاحه اللي هنا اتجاهها لوين؟ هاي نقطة اتجاهها لأسفل. سالب قديش؟ إذا الواي هنا سالب 50. ليش؟ لأنها أسفل نقطة الانطلاق. إذا سالب 50 عوضت عنها وطلعت القيمة، باخذ الجذر، الجذر حتطلع هنا قيمة موجبة، حاخذ الجذر حيطلع الإجابة موجب وسالب، حختار الإشارة مالها الإشارة السالبة لأنه أنا عارف اتجاهها لوين؟ إلى أسفل. أما الإجابة الموجبة للحل طبعا ريجكتد، مرفوضة، مرفوضة لأنه اتجاه السرعة إلى أسفل. يعطيكم العافية، والمحاضرة الجاية بنحاول نعمل لنا شوية أسئلة ديسكشن للشابتر الأول والثاني، وننزله للشابتر الأول ديسكشن للشابتر الأول وديسكشن للشابتر الثاني، والآن نبدأ حنبدأ بعد ذلك في الشابتر رقم الثالث. الشابتر رقم 3 بتكلم عن الحركة في مستوى، يعني بدل ما أتكلم إكس اتجاه الحركة في 1 دايمنشن، لا، الان حيكون في اكس وفي واي، وابدا احسب اللي هو في اكس لحاله وفي واي لحاله، وكذلك الاكسلريشن في اتجاه الاكس والاكسلريشن في اتجاه الواي، والامثله عليها حتكون البروجكتاي موشن، الحركه المقذوفه. ويعطيكم العافيه، وربنا يوفقكم.
في هذه المادة.